بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة الأولى من محاضراتنا في مقرر الجوانب القانونية للعمل الطبي على المنصة الرائدة والمنصة الرائعة منصة رواق. الحقيقة يعني كل الشكر لحضراتكم على التسجيل في هذا المقرر، وبإذن الله رب العالمين نستفيد كلنا من المعلومات اللي احنا إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عنها وهنوضحها فيما يتعلق بكل الجوانب القانونية المتعلقة بالعمل الطبي والمتعلقة بأعمال الطواقم الطبية بشكل عام في الوطن العربي. الحقيقة أن المقرر ده بيجي في إطار سلسلة مقررات عملتها من تقريبا سنة 2016، يعني من تقريبا ثلاث أو أربع سنوات شغال فيها مع منصة رواق، بعنوان التوعية القانونية لغير القانونية، باعتبار أن دي رسالة لكل واحد متخصص في تخصص القانون أو في تخصص ما، أي تخصص من التخصصات، عليه واجب أنه يقدم مجموعة من المعلومات من هذا التخصص لغير المتخصصين لتوعيتهم بهذا التخصص. فأنا أخذت موضوع التوعية القانونية لغير القانونيين وعملنا تقريبا 6 مقررات قبل كده أو 6 مواد على منصة رواق، موجودة كلها في حسابي على منصة رواق ومتاحة للجميع، وده المقرر رقم 7 أو المقرر 7 في هذه السلسلة اللي خصصته تحديدا للعمل الطبي أو الجوانب القانونية للعمل الطبي. والحقيقة أنه ده كان بغرض إنساني، وهو يعني دعم القطاع الطبي وتقديم يعني رسالة شكر، لكن يعني رسالة شكر مغلفة ببرنامج توعية كده أو بدورة عليها شهادة في النهاية لحضور هذه الدورة وهذه المادة واجتيازها من على منصة رواق، لشكر الطواقم الطبية على كل الجهود الجبارة اللي قاموا بيها في الشهور اللي فاتت، وحتى كمان ان شاء الله باذن الله هيقوموا بيها في الشهور اللي جايه لسه لمواجهه فيروس كورونا، ولعملهم الطبي بشكل عام، الرساله الطبيه الساميه اللي كل واحد منهم بيقوم بيها وبيتحملها. الحقيقه مساله التوعيه القانونيه موضوع من الموضوعات المهمه لكل واحد غير قانوني، لازم ياخد فكره عن الجوانب القانونيه المرتبطه بنشاطه، يعني لو مهندس ياخد فكره عن الجوانب القانونيه المرتبطه بنشاط الهندسه، ولو الصيدلي وكذلك اللي شغالين في التجاره او رواد الاعمال او البيزنس لازم ياخد برضه فكره عن الجوانب القانونيه المرتبطه بالنشاط التجاري اللي بيقوم به، لان الوعي القانوني دلوقتي لم يصبح مجرد يعني ثقافه عامه، لا، اصبح واجب عليك انك تاخد بالك وتعرف الجوانب القانونيه المحيطه بعملك علشان يعني تتجنب او تتفادى الوقوع في مشكلات. هذا المقرر باذن الله رب العالمين مخصص زي ما قلنا للجوانب القانونيه المرتبطه بالاطباء واعمالهم اليوميه واعمالهم المهنيه، تحسبا لاي مشكله او لاي وضع قانوني ممكن يتعرضوا اليه في المستقبل، ويكون رسالة شكر لجميع الأطباء والطواقم الطبية على مستوى العالم. عندنا 4 موضوعات أساسية هنتكلم فيها في هذا المقرر، هتكون هي العناوين الرئيسية لكل محاضرة من المحاضرات. المقرر عبارة عن 4 محاضرات زي ما حضراتكم شفتوا في البرومو أو في التعريف بتاع المقرر. المحاضرة هيبقى لها عنوان، هتنزل المحاضرة على حساب المنصة، على حساب منصة رواق، على صفحة المقرر وصفحة المحتويات، وتطلعوا عليها في أي وقت من الأوقات. الـ4 موضوعات اللي هنتناولها إن شاء الله بإذن الله هتكون هي أحكام الترخيص لمزاولة المهن الطبية، يعني هي الشروط اللي النظام حددها لمزاولة المهن الطبية. الموضوع الثاني هيكون واجبات الممارسين الصحيين أو واجبات الطواقم الطبية أثناء العمل، والواجبات دي متقسمة لـ3 أصناف أو لـ3 فئات. الفئة الأولى هي الواجبات العامة المتمثلة في التزامهم بضوابط محددة حددها القانون أثناء عملهم. النوع الثاني من الواجبات هي واجباتهم تجاه المرضى، يعني المصابين أو الأمراء أو المرضى اللي بيعالجوهم. كذلك النوع الثالث من الواجبات هو واجباتهم مع الزملاء اللي بيسموها واجبات الزمالة أو واجبات علاقات العمل بتاعت الأطباء مع بعضهم البعض، ومع التدرج الوظيفي أو التدرج الهرمي للعاملين في القطاع الصحي. الموضوع الثالث من الموضوعات اللي هنتكلم عنه هيكون هو أحكام المسؤولية المهنية للممارس الصحي، وده الحقيقة أخطر موضوع من الموضوعات وهو لب هذا المقرر أو لب هذه الدورة بإذن الله رب العالمين. هنشوف المسؤولية المدنية، يعني متى يتم مطالبته بالتعويض وهي حدود هذا التعويض، كذلك سنرى المسؤولية الجزائية يعني المسؤولية الجنائية للطبيب أو للممارس الصحي عن الأخطاء الطبية وصور هذه الأخطاء وكيف يتم محاسبته على هذه الأخطاء في إطار المسؤولية الجزائية والمسؤولية الجنائية للممارس الصحي. ونشوف ثالث حاجة المسؤولية التأديبية، يعني المسؤولية التأديبية كيف سيتم يعني الجوانب الوظيفية المتعلقة بواجباته الوظيفية اليومية زي الحضور والغياب والانصراف وإلى آخره، إزاي هيتم معاقبته إذا قصر في أداء هذه الواجبات الإدارية أو الواجبات التأديبية.
الموضوع الرابع او المحاضره الرابعه سنتحدث فيها عن اجراءات التحقيق والمحاكمه، باعتبار ان الممارسين الصحيين في المملكه العربيه السعوديه تحديدا لهم نظام قانوني خاص او لهم اطار قانوني خاص وجهه خاصه تتولى التحقيق معاهم ومساءلتهم الجنائيه والمدنيه والتاديبيه اسمها الهيئه الصحيه الشرعيه. هي دي الاربع موضوعات اللي احنا هنتكلم عنها ان شاء الله باذن الله في هذا المقرر، وهذه المحاضره الاولى اللي هنبدا فيها اول موضوع وهو الترخيص لمزاوله المهن الصحيه.